نضيف له دعاء. يلا اقرأ لنا أدعية أو دعاء نبي الله شعيب. شعيب دعا الله عز وجل مرة واحدة. دعاء شعيب. نعم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. نعم. الأعراف. الأعراف جيد جيد جدا ما شاء الله. 89 ما شاء الله يعني برقم الآية والصفحة أكيد. نعم نختم بدعاء سيدنا إبراهيم. ما رأيك سيدي الشيخ؟ نعم أدعية إبراهيم كثيرة في القرآن. لإسماعيل يلا ماذا دعا سيدنا إبراهيم لإسماعيل؟ يلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. آمين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ماذا دعا إبراهيم لإسماعيل؟ أيضا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يوسف جيد أنت رائع ما شاء الله عليك. الشيخ كمال قد يريد أن يسألك عن دعاء إلياس. إلياس نبي الله إلياس مكش صحيح. فعلا صدق مكش بهذا الاسم لا يوجد. نعم يوسف أريدك أن تعطيني الحروف المقطعة وراء بعضها. أول شيء ألف لام ميم فقط. ألف لام ميم في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والقمان والسجدة. نعم. ألف لام ميم صاد. نعم في سورة الأعراف. نعم. ألف لام را في سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. الله. ألف لام را. ألف لام ميم را في سورة الرعد. كاف ها يا عين صاد في سورة مريم. نعم. طه في سورة طه. قاسيم ميم في سورة الشعراء والقصص. سورة الشعراء والقصص. طاسين في سورة النمل. ياسين في سورة ياسين. صاد في سورة صاد. حميم في سورة غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. حميم عين سين قاف في سورة الشورى. والله أقولها والله ما استطعنا شوف الآن شوف يا يوسف دكتور هذا التحدي الأخير الأخير شوفوا يا جماعة أنا كنت أعطيه الآية يعني ثم يعطيني رقمها الآن يوسف اسمعني الآن طيب الآن رقم 36 من سورة الأنفال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله أكبر. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حسبك السؤال الأخير. السؤال الأخير شوف يا الآن سأذهب إلى سورة فيها آيات قصيرة لكن فيها أرقام كثيرة. أنا سأعطيك من وسط الصورة اقرأ الرأس فقط شوف معي يا بني أريد من سورة الأنبياء 64 بماذا تبدأ 63 62 61 60 59 يلا ابدأ من 64 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ما شاء الله فرجعوا إلى أنفسهم. أنا قلت يعني أخطأ لكنه رجع سبحان الله فرجعت أنت. أعد قلت لي 64 فرجعوا إلى أنفسهم اللي قبلها 63 أنتم الظالمون. طيب 63 قال بل فعله كبير ماذا فاسألهم إن كانوا 61 61 قالوا فأتوا به على أعين حسبك الناس لعلهم يشهدون. طيب 59 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لا إله إلا الله اللهم صل على رسول الله.